وخلونا بقى نروح يا حضرات على الصحافه الرياضيه، وتحديدا هنروح على مقر موقع يلا كوره، وموجوده هناك حاليا زميلتنا العزيزه نورهان طمان، اللي بالمناسبه هيكون ليها لقاء مع الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه في موقع يلا كوره، وهيعرفونا على اخر الاخبار والمستجدات واهم العناوين والمانشيتات، ومنهم مانشيت في اليوم السابع. نورهان، عايزين نعرف منك تفاصيل وترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهايه الجوله الاولى. هالاند يهدد صلاح، يعني ايه صلاح يتهدد؟ دي نورهان هتقلب الدنيا لو ده حصل. يا صباح الخير، يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كريم، احنا هنا من موقع يلا كوره، ومعانا الناقده الرياضيه منى عمر طبعا للتعليق على منشطاتنا اللي معانا النهارده. وخلينا نروح لاول منشط معانا من يلا كوره. مدرب منتخب مصر للشباب متاثرون بالهزيمه امام السعوديه وفيتوريا يتابع الفريق باكمله. اكد كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب انه لاعبي منتخب مصر يعني متاثرين جدا بالخساره امس امام منتخب السعوديه طبعا في نهائي كاس العرب، وللاسف خسروا منتخب مصر بركلات الترجيح. وكمان قال انه اللاعبين يعني عارفين كويس ان فيتوريا المدير الفني للمنتخب الاول بيتابعهم كويس، وكانوا يتمنوا ان هم يبسطوا الشعب المصري بهذه البطوله، ولكن يعني ركلات الترجيح ليها راي اخر ودايما بتكون معتمده اكتر على الحظ. تاني خبر معانا من جريده وموقع اليوم السابع، زي ما قلت يا كريم، ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهايه الجوله الاولى. هالاند يهدد صلاح، وما تعودناش ان احنا نقول دايما ان صلاح بيتهدد. صلاح يعني يمكن متالق بقاله مواسم متتاليه، ولكن يمكن الجوله الاولى شهدت تفوق نسبي لهالاند طبعا نجم مانشستر سيتي على محمد صلاح، ولكن ان شاء الله يكون تفوق يعني مؤقت. طبعا هالاند سجل هدفين في فوز مانشستر سيتي امام ويست هام في ضربة البداية في المباراة اللي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد. وطبعا محمد صلاح نجمنا المصري كان سجل في ضربة البداية أمام فولهام في المباراة اللي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وكان صنع كمان الهدف الأول. كمان خلينا نروح لثالث خبر معانا من موقع كورة، بنزيما وليفاندوفسكي صراع ناري على الحذاء الذهبي بالليجا. طبعا بعد انضمام ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ السابق لصفوف برشلونه، في طبعا تقارير ظهرت كثيره جدا بتتوقع تالق النجم البولندي مع طبعا الفريق الكتالوني، وهيكون في بقى مواجهه من نوع خاص جديده بين كريم بنزيما هداف الدوري الاسباني وطبعا ليفاندوفسكي هداف الدوري الالماني ست مرات متتاليه. كمان خلينا نقول لكم شويه ارقام، انه الصراع هيكون مشتعل. بطل الليجا الموسم الماضي طبعا كان ريال مدريد طبعا، ويمكن بنزيما كان سجل 27 هدف ويظل هو المرشح الاول للفوز بجائزه هداف الدوري الاسباني. للتعليق بقى على اخبارنا معانا طبعا الناقده الرياضيه منى عمر، اللي انا الحقيقه بستمتع جدا طول الوقت بيها لما بنكون مستضيفينها، عندها معلومات كتير قوي كمان خصوصا في الكره العالميه. بنرحب بيك يا منى معانا في شاشه قناه النادي. صباح الخير عليك يا نورهان منورانا، وصباح الخير صباح الخير طبعا على كريم ونهاند ومتابعي قناه النادي الاهلي. منا خلينا نروح لاول خبر معانا، مدرب منتخب مصر الشباب بيتكلم عن زعل اللعيبه وحزنهم على فقدان بطوله كاس العرب. شفتي المباراه النهائيه ازاي؟ وشفتي اللاعبين ادوا ازاي؟ وكمان عايز اسالك على السوشيال ميديا، يعني هل تتوقعي ان السوشيال ميديا هتكون داعم ايجابي للاعبين في الفتره القادمه، ولا هنشوف بعض السلبيات؟ خلينا في البدايه كده نقول يعني احنا تعبنا من السيناريوهات دي، نبقى قريبين جدا من الـ من الـ من المباراه، او نبقى قريبين جدا من البطوله، المباراه تنتهي في الاخر مش في صالحنا، او تنتهي بركلات الترجيح. عانينا كتير قوي 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 صراحه الموسم ده مع المنتخب الاول في ماتش تقريبا في ماتش السنغال طبعا نهائي كاس الامم، وبعدين تصفيات كاس العالم، سيناريوهات تقريبا متقاربه. برده جه منتخب الشباب برده لما لعب مباراه تقيله جدا قبل المغرب، قبل الجزائر، وصلنا فاينل، لعبنا السعوديه، طبعا ده اول فاينل ليهم يعني، لعبنا السعوديه، كنا متاخرين في النتيجه، بعد كده تعادلنا، بعد كده المباراه انتهت او البطوله راحت بالسيناريو المعتاد ركلات الترجيح 5-3. انا عايزه يعني ليا يعني ايه تعليق مهم جدا على منتخب الشباب بالذات. دلوقتي احنا شفنا فيه لعيبه كتير جدا وعناصر كتير
جدا تألقت، احنا ما كناش نعرف كتير جدا مننا اصلا ما كانش متابعهم او ما كانش ان هم يعرفهم يعني. طيب دلوقتي انا البطوله دي ابرزت اكتر من لاعب، عندنا صلاح باشا طبعا لاعب اودينيزي، عندنا رأفت خليل لاعب الاهلي، عندنا احمد نادر حواش مهاجم انبي، عندنا احمد نادر السيد المعار لفازيلا البرتغالي اللي واخد احسن حارس في البطوله، واكتر من لاعب عشان ما ننساش حد. طيب اللعيبه دي مش ده جه وقت او دي فرصه ان هم ياخدوا مشاركات، مش هقول ادائيه لا، مشاركات اساسيه مع الفرق بتاعتهم؟ كنا بنتكلم مثلا ان هم عناصر صغيره او عناصر شباب فهي بتفتقد خبره، لا هم دلوقتي كان في احتكاك في بطولة كاس العرب اهو، اكتسبوا خبرة، ليه بقى ما ندعمش ده ويبقى ليهم تواجد مع فرقهم في الـ في الـ الـ شباب الاهلي كمان امبارح يا منى بيقدموا طبعا مباراه كبيره، وشفنا اسماء جديده يمكن برضو يعني تالقوا بشكل كبير جدا جدا جدا، واحنا عندنا فرصه اهو دلوقتي يعني. احنا كابتن محمود الخطيب قال انه خلاص احنا هنكمل الدوري باللعيبه الشباب وبالبدلاء، انا عندي فرصه بقى اصعد لعيبه كتير حتى على الاقل اتعرف على امكانيات اللعيبه دي، اشوف مين فيهم ممكن يدعمني، مين فيهم ممكن يطلع ممكن من فيهم إعارة سواء خارجية أو إعارة داخلية يعني يزود لنفسه خبرات. فأنا شايفة أن هي دي الفرصة الكويسة. سألتيني على موضوع السوشيال ميديا، هي دايما ليها جانب ايجابي ودايما ليها جانب سلبي، يمكن برضو ما كانش في تركيز قوي 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 مع اللعيبه في بطوله كاس العرب الشباب، يمكن في تعاطف كبير مع المنتخب، الناس منتظره منهم احسن، زي ما برضو ما كنا متابعين ان روي فيتوريا مدرب المنتخب الاول كان بيتابع اللعيبه دي، هتبقى دعم كبير جدا جدا لو اختار بعض العناصر دي كانت موجوده في قائمه من قائمه المنتخبات الاول، حتى لو مش هيشاركوا بس وجودهم احتكاكهم باللعيبه الكبار ده هيدعمهم نفسيا، وده يعني هيخلي فيه كل اللعيبه يبقى فيه عندها امل ان هي هيبقى ليها فرصه ان شاء الله بعد كده. طيب تاني خبر معانا بقى وصلاح بيتهدد، انت موافقه بقى ان صلاح ممكن يتهدد في الموسم اللي جاي؟ صلاح ما بيتهددش بس لسه بدري جدا 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 على ان احنا نحكم على الوضع ده. احنا شفنا اصلا هالاند في مباراه كاس الدرع الخيريه الناس كانت بتتريق عليه علشان الفرصه اللي ضيعها في الاخر بعد ما كان صلاح هيهدف، ففوجئنا امبارح انه لما جت ضربه جزاء للسيتي كان هو اللي بيتقدم علشان يسجلها، تسجيلها اداله ثقه وده كان واضح جدا في الملعب، وده خلاه عنده فرصه اكبر ان هو يسجل الهدف الثاني. مش معنى صلاح سجل هدف هل نسجل هدفين فكده بقى في تهديد، لسه بدري قوي 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 عشان نحكم. وبعدين جوارديولا مش من المدربين اللي انت دايما يعني مش دايما هالاند هيبقى معاه، تبيك فان دايما لجوارديولا يا مان. مش دايما هالاند هيبقى في التشكيل الاساسي، وارد جدا تلاقيه الماتش الجاي قاعد دكه بدلاء عادي يعني، بعكس صلاح عنصر اساسي في تشكيل ليفربول واحد الاعمده الرئيسيه في خطه كلوب، فصلاح اساسي موجود دايما، فصلاح طبعا عنده فرصه اكبر، بس اكيد خلينا نقول ان احنا هيبقى في منافسه شرسه ما بين الاثنين، وده طبعا هيبقى يعني هيرجع علينا احنا طبعا الجمهور يعني. بمناسبة بقى المنافسة، آخر خبر معانا كان عن كريم بنزيما وليفاندوفسكي، ناس متعطشة للصراع بتاع الأوتو الفور اللي كنا بنشوفه ما بين ميسي ورونالدو طول الوقت، فقدوم ليفاندوفسكي للدوري الأسباني يعني رجع الأمال للجماهير أنها تشوف الصراع ده مرة أخرى، شايفة التفوق والكفة الأقرب اتجاه مين؟ طيب قبل ما نتكلم في ده اصلا يعني خلينا نقول ان برشلونه اصلا لسه ما سجلش روبرت ليفاندوفسكي في القائمه بتاعته لان عشان طبعا المشاكل الماليه اللي هو عنده، فبعد لما يبقى برشلونه اصلا يسجل ليفا ويسجل بشجع ريال مدريد لا خالص ويسجل الصفقات الجديده بتاعته طبعا هيبقى في صراع، وانا من الناس اللي منتظره اشوف قرار ليفاندوفسكي صراحه يعني، قراره الغريب جدا ان هو كان يسيب بايرن وهو بطل دوري الماني منافس قوي في دوري ابطال اوروبا، هو هداف بوندسليغا اصلا من 2017 هو الهداف، فقرر ان هو يسيب كل ده وان هو يروح لبرشلونه بوضعه الحالي، لان يعني برشلونه طبعا وضعه دلوقتي مش احسن حاجه خالص، المشاكل الماديه الكتير اللي عنده
يعني انا شايفه ان هو مفيش مشروع واضح اللي دايما خوان لابورتا بيتكلم عليه، شويه يجيب لعيبه كبيره في السن، شويه يعتمد على لعيبه شباب، مفيش على عكس ريال مدريد الاستقرار فيه اكتر. بالظبط، انا مش شايفه ان فيها رؤيه بالنسبه لبرشلونه، لسه في تخبط يعني. فبالنسبه لي قرار ليفاندوفسكي بصراحه لسه لحد دلوقتي علامه استفهام كبيره يعني. بس خلينا نقول في حاله انه لو ان شاء الله يعني برشلونه يقدر يسجل ليفا طبعا والصفقات الجديده بتاعته، فاكيد طبعا اكيد يعني ليفا هداف، وكريم بنزيما كان هو اصلا هداف السيزون اللي فات 27 هدف، فاكيد الصراع هيبقى ما بينهم هما الاثنين، هيبقى قوي جدا 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 بالنسبه لهداف الدوري الاسباني. ان شاء الله برشلونه يبقى بطل الليجا بقى. بشكرك جدا يا منى، وسعيده جدا دايما بوجودك معنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ميرسي جدا يا نورهان، نورتينا، ميرسي. وده كان لقائنا وطبعا منشطتنا هنا من موقع وجريده يلا كوره والناقده الرياضيه منى عمر. شكرا لكم جدا، والعوده مره اخرى الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزه نورهان طمان، جزيل الشكر على هذه التغطيه المتميزه. تحياتنا ليكي وتحياتنا للاستاذه منى عمر اللي اكيد كلنا متفقين معاها في تفسيره ان لا، مو صلاح ما يتهددش، صلاح ما يتعبتش معاه كده. ايه ده كريم، لا هالاند ولا غيره، وده ابننا ده. شكرا اكيد لنورهان وزميلتنا العزيزه منى عمر من الصحفيات المتالقات فعلا.